بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في الربيع مول، عاملين عروضات نهاية الشهر يعني وكده، اللي هو شهر 11، وفي عروضات باقية من شهر 10. نقول بسم الله ونبدأ. هنا عاملين على الأجهزة الكهربائية، هنا دي غلاية كليكون كهربائية 1800 ملي، يعني لتر و800 ملي، وهي 1500 واط، ب39 ريال من 55 ريال. وهنا دي غلاية كهربائية على هيئة براد كبير ما شاء الله، 4 لتر و2 من 10 و2400 واط، اهي 4 لتر و2 من 10، كبيرة حلوة للشتا دي، وضمام سنتين، وهي كليكون برضو. في برضو غلاية بايركس اهي زجاج، من 102 بقت ب66 ريال. واللي هي دي الغلاية اللي على هيئة براد الكبيرة دي، بكام؟ من 140 بقت ب109 ريال. هي كبيرة ما شاء الله اهي. هنا في كشاف للطوارئ ب53 ريال من 71 ريال. هنا برضو في مكوة ولها قاعدة زي السخان كده، زي الغلاية الكهربائية. اهي اول مرة اشوف مكوة كده بصراحة. اهي المكوة دي ب125 من 172 ريال، وهي 2400 واط، وده شكلها هي الماركة دي. وفي مكوة برضو اهي، مكوة بخار كهربائية ب46 ريال من 63 ريال، ودي ب51 ريال من 71 ريال. كل عام وحضراتكم بخير. هنا الشتاء يعتبر بدأت يعني وكده، الجو يدوبك النهاردة ابتدى يبرد. هنا في منائل سيراميك متوفر منها مقاسات،210 ريال، 234 ريال، مكتوب سيراميك، ده سيراميك يعني، دي حلوة في الشتاء يعني، متوفر منها كذا حجم وكذا شكل. في شوايات اشكال كتيرة من الشوايات اهي، والمنائل الكبيرة ما شاء الله. دفاية زيت من كليكون من 362 بقت بكام؟ ب298 ريال، يعني 299 ريال، 13 ريشة و2600 واط، 13 ريشة. في دفاية كليكون ب59 ريال من 80 ريال، 800 واط، اللي هي دي. هنا عندهم عرض خاص، خلاط كهربائي زائد قطعة خضروات ب109 ريال من 161 ريال. الخلاط اهو، ودي القطاعة. هنا ما شاء الله دي كلها اجهزة كهربائية على خاص. ده سخان سندوتشات ب75 ريال من 109.
هو 1400 واط، وده شكله سخن سندوتشات. الحاجات دي حلوة في الشتاء. هنا في برضو ده سخن سندوتشات زائد شواية ب115 ريال، 173 ريال، 2200 واط. شواية وسخان في نفس الوقت. محمصة خبز اهي 4 شرايح ب50 ريال، 71 ريال. هنا قطعت خضروات اهي من البصل والثوم يعني من كله اهي ب45 ريال، 59 ريال. هي الماركة دي وهي 250 واط. هنا في سخان بعين واحدة، سخان صب واحد عين ب38 ريال ونص، من 55 ريال، ماركة كروس. هي دي الماركة دي اللي فيها كل الأجهزة الكهربائية. مطحنة القهوة دي أو البهارات ب33 ريال، من 46 ريال، وهي 200 واط، برضه ماركة كروس لو انا عارفه انطقها صح. مضرب بيض كهربائي ب50 ريال، من 66 ريال. السخان ده بعينين، اتنين عين، ب75 ريال، او بكام، ب76 ريال، من 110. حلو برضو في الشتاء. هنا بقى المنظفات، سائل غسيل الصحون، اي حاجة كانت ب5 ريال 75 هللة بقت بكام، ب3 ريال 75 هللة، يعني يعتبر نزل على خصم 2 ريال. تلميع الزجاج، مزيل البقع والأوساخ، متعدد الأغراض، مطهر ومنظف الأرضيات، من 5 ريال 75 بقى ب3 ريال 75. عروض أكتوبر ونوفمبر مع بعضهم يعني 10 و11. ده مطهر برضو يشبه الديتول، برضو ب3 ريال 75 هللة، من 5 ريال 75 هللة، بس ده اسم تاني وشكل تاني. مطهر ومنظف عام اللي هو كين، ده ب5 ريال 75 هللة، مكتوب برضو عرض خالص. الكلور ده 3 لتر ونص، من 5 ريال 75 بقى ب3 ريال 75 هللة. كلور فروك الالوان مش بدون مبيض، يعني ده ممكن للملابس الملونه، بس المبيض ده ب3 ريال 75 هلله، واللي هو للالوان للملابس الملونه ب4 ريال و60 هلله، من 6 ريال و90 هلله. اسمه فروق، كلور فروق بدون مبيض، مطهر ومنظف عامل الارضيات برضو بعدة روائح، اسمه فروق برضو ب3 ريال 75، من 5 ريال 75 هلال. برضو مكتوب عروض اكتوبر واحنا في اخر نوفمبر، يعني في 20 نوفمبر. وكل المنظفات عليها عرض. مش كلها يعني اللي انا بصورها دي. يعني هنا مسحوق غسيل العملاق اوتوماتيك، من 26 ريال بقى ب18 ريال 99 هلله، 2.5 كيلو العملاق. في روايح الربيع، النسيم الربيع، لافندر، اللؤلؤ. الكلوروكس ده
من 32 بقى ب 28 ريال 5 لتر. هنا المناديل المبللة دي، مناديل مبللة من 5 ريال 75 بقت ب 3 ريال 75 هلل، متوفر منها كذا شكل. معطرات الجو دي ب 10 ريال، من 14 ريال ونص. هنا عندهم سكاكين، سكينة من 28 ريال 75 بقت ب 14 ريال ونص. دي بقى سكينة لحوم من 37 ريال أو 38 ريال بقت ب 19 ريال. بس مش عارفة، في سكينة برضو ب 5 ريال وربع من 10 ريال، اللي هي دي. عندهم صواني تقديم زجاج مكتوب عليها بالخط العربي والحروف العربية يعني، ولونها ذهبي. صينية تقديم الحجم الصغير اللي هي دي ب 61 ريال أو 62 ريال من 103. وفي الدائري وفي المستطيل أو المربع يعني، بس كل واحدة سعرها يختلف. دي أشكالهم ايه، شوفوا الدائرية الكبيرة دي ب 65 ريال من 108، كبيرة، والإطار بتاعها ذهبي. ايوه كاتبين ان ده عروض اكتوبر، ما شاء الله ما زالت مستمره واحنا في اخر 11، متهيألي حتى نفذ الكميه كده. هما كاتبين العروض هتنتهي اللي هي بعد شهر 11 دي، مكتوبة هتنتهي 5 ديسمبر يعني 5/12. هنا عندهم عجانات كهربائيه من كليكون من 328 بقت ب 259 ريال، هو 5 لتر. بس كم وات؟ 1000 وات. وده برضو من كليكون، عن في 8 سرعات، بس ده حجمه كبير وضمان سنتين، وهو 1300 واط. بس كام لتر؟ 8 لتر، 8 لتر و1300 واط. في متوفر منه الفضي والذهبي، بس مش على عرض ده باين ولا ايه. ده شكله مش على عرض. هنا فرن كهربائي كليكون، سألت قبل كده على الأفران، ده ب 299 من 388 ريال و70 هلل، هو 60 لتر و2000 واط. هنا ما شاء الله عندهم محافظات طعام جميلة جدا. طبعا أنا صورت لكم الحاجات اللي عليها عرض، بس إن شاء الله في يوم تاني كده أجي وأصور لكم إيه الحاجات بصراحة، الأجهزة المنزلية أو الأدوات المنزلية في الربيع مول مغرية وحلوة كده يعني. ما شاء الله عندهم صواني تقديم ستيل، اشكال كتيره، في ذهبي وفي فضي اهي، بس مش عليها عرض. نصبر بقى كده ان شاء الله في عروض نهايه العام، هتبتدي ان شاء الله الشهر الجاي شهر 12 بيبقوا عاملين تخفيضات كويسه في عروض نهايه العام، يبقى نيجي نصورها لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.